حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي والعسكري العميد الدكتور أحمد الشهري بعد التحية. كما تعلم دكتور أحمد بأن للمملكة العربية السعودية الشقيقة مواقفها الثابتة طبعا والواضحة تجاه العديد من القضايا العربية والدولية، كيف استطاعت هذه المواقف أن تغير في المشهد وعلى أرض الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أختي الكريمة ولزميلك في الاستوديو وإلى الأخوة والأخوات المشاهدين الكرام، وأشكر مملكة البحرين الشقيقة حكومة وشعبا ورجال أمن ومواطنون، وأخص بالذكر صاحب الجلالة الملك حمد وولي عهده الأمين على مشاركتنا فرحتنا بهذه المناسبة السعيدة، والتي الحقيقة لا نشعر أبدا بأننا دولتين نحتفل بعيدين، بل هي مناسبة واحدة يحتفل بها شعبين شقيقين متجاورين. وعندما تحل هذه المناسبة وأي مواطن سعودي سواء كان في البحرين أو في الكويت أو في الإمارات أو في مصر يشعر أنه داخل وطنه، لأنه يحتفل بهذه المناسبة بين شعبه وأخوانه وأسرته. فشكرا لكم جميعا، ونتمنى إن شاء الله أن يديم الله عز وجل على المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين المحبة والأمن والسلام الدائمين على كل شيء قدير. سؤالك أختي الكريمة عن الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية، هي تنطلق من ريادتها كقلب للعالم العربي وقلب العالم الإسلامي، وأيضا وسيط نزيه مقبول من جميع الأطراف ومن جميع القوى. نعم. لذلك هي دائما تستشعر هموم ومشاكل العالم العربي وكأنها القلب النابض الذي يشعر بأي ألم عندما يتألم أي جسد من هذا الجسد إنها تشعر به. ولذلك رأينا المملكة العربية السعودية تمد يدها إلى الأخوة الفلسطينيين، ويأتي الفرقاء الفلسطينيين إلى مكة المكرمة، وأيضا الأخوة في أفغانستان أتوا إلى المملكة العربية السعودية لحل قضاياهم، ورأينا أيضا مشاركة المملكة العربية السعودية في رأب الصدع بين الفرقاء في جيبوتي وأثيوبيا وأريتريا. أيضا كانت المملكة العربية السعودية حاضرة مع الشعب العراقي والشعب السوري في أزمته، رأينا عندما استضافت المملكة أكثر من 1,600,000 أخ عربي من سوريا ببطاقة مقيم أو بطاقة مواطن وليس ببطاقة لاجئ. نعم. كما فعلت الدول الأوروبية والخارجية. رأينا أيضا موقف المملكة العربية السعودية مع الأشقاء في لبنان، أيضا رأينا موقف المملكة العربية السعودية مع الأشقاء في اليمن وكيف فتحت لهم الأبواب واستضافت ما يزيد عن 1,200,000 من الأشقاء في الجمهورية اليمنية، إضافة إلى الدعم اللامحدود لجميع المنظمات العربية والعالمية والإسلامية. يكفي أن مركز الملك سلمان للإغاثة استفاد من خدماته أكثر من 80,000,000 مواطن حول العالم، واستفاد من أكثر من 90 دولة. ولذلك تجدين أن المملكة العربية السعودية وهي تمارس هذا الدور الريادي تنطلق من دعم أشقائها في العالم العربي، وأيضا من الثقة الكبيرة التي تتمتع بها سواء من حيث أنها دولة ليس لديها مشاريع. نعم. هذه من النقاط التي دائما أركز عليها، أن المملكة ليست ذات مشاريع أو أجندات تصدرها إلى الدول مثلما نشاهد من مشاريع يصدره نظام الملالي أو الأنظمة الأخرى التي تسعى لاستخدام العكر. نعم. وماذا عن دورها، طبعا دور المملكة العربية السعودية البارز في قيادة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب؟ أحسنتي، سؤال جميل. المملكة العربية السعودية قد استبقت الأحداث من عهد الملك عبد الله رحمة الله عليه، عندما نادت وحذرت العالم كله بخطورة هذا الداء، وأن العالم إذا لم يتخذ الإجراء المناسب فسيضرب عواصمهم ومدنهم، وقد حدث ذلك بالفعل عندما رأينا أمريكا ورأينا أوروبا ورأينا هذه العواصم تتعرض لهذه العمليات. ولذلك المملكة سبقت هذا الموضوع وأنشأت في عهد الملك عبد الله رحمة الله عليه المركز الدولي لمكافحة الإرهاب ودعمته ب 100,000,000 ريال. وأيضا الملك سلمان حفظه الله وهو أيضا له استكمل هذه المسيرة بإنشاء التحالف الإسلامي الذي عقد في حفر الباطن واجتمع في أكثر من 42 دولة،
وأكثر من 30,000 جندي في رسالة يعني واضحة وصلت إلى كل العالم أن الأمن الإقليمي سواء السعودي أو الخليجي أو العربي أو الإسلامي هو خط أحمر ضد أي تغول أو ضد أي تربص من أي كان. أيضا القمة التاريخية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله والرئيس ترامب في الرياض، والتي أيضا كانت في وجود أكثر من 40 دولة حول العالم، أسس فيها وأصل فيها معنى الوسطية ونبذ التطرف، وأيضا أصل فيها مكافحة الإرهاب على مستوى العالم، وأيضا أنشأ مركز الاعتدال الذي يدعو إلى الوسطية ويدعو إلى نبذ التطرف ونبذ العنف، وهذا أيضا امتدادا لقمة القدس التي عقدت في الظهران وكان شعارها القدس، والذي أصل فيها خادم الحرمين الشريفين أيضا دعوته إلى الوسطية. نعم. وإلى نبذ التطرف وإلى الدعوة إلى الاعتدال، وهذا ينسجم مع أيضا السياسة الحكيمة التي تنتهجها مملكة البحرين، والتي دائما ينادي بها صاحب الجلالة الملك حمد في أنه الانفتاح في البحرين يجب أن يؤخذ بوضع إيجابي بعيدا عن التطرف، بعيدا عن الغلو، بعيدا عن إثارة الأحداث والقلاقل، وهذا ما أكسب أيضا مملكتنا الحديثة مملكة البحرين هذا السمعة الطيبة وهذا الأمن الذي تعيشه في ظل حكومته الرشيدة وولي عهده الأمين وسمو رئيس الوزراء. لذلك نجد أن هذا التناغم بين هذه الدولتين الحمد لله هو يصب في مصلحة الوطن العربي والعالم الإسلامي والعالم كله. نعم، من الرياض المحلل السياسي والعسكري العميد الدكتور أحمد الشهري، شكرا جزيلا لك.